السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ نتكلم دلوقتي عن ام سي كيو خاص ب الفيجن، ونبدا بام سي كيو خاص بالكورنيا واللينس والايكواس هيومر. اول نمره عندنا بتقول ايكواس هيومر، ذا ايكواس هيومر. طبعا يعني لو افترضنا النمره بتيجي بالصيغه دي، وانا باكد دايما يا جماعه ان في نمر ممكن تيجي لك في الامتحانات زي دي بالظبط، لان احنا بنجيب من المصادر الاساسيه. الحاجة التانية ممكن يبقى في تعديل في شكل السؤال، يعني مثلا كلمة اكسبت بتتشال، كلمة مش، بس في النهاية الكلام هو نفس الكلام أو الأفكار هي نفس الأفكار. فأنت اتعلم كويس، افهم الأفكار كويس، كل أفكار الإم سي كيو كلها بتبقى متقاربة، بس ممكن بيحصل إعادة صياغة بس. فلما يقول لي إيكوال سوبر كده ويسكت، فهو عايز جملة صح يعني. It is a passive filtered from the plasma. لا، المفروض إن الإيكوال هيومر فورميشن، ودي ترجع بقى للمحاضرة، ان الايكوس هيومر بيتكون على في البوستيريو تشامبر اوف ذا اي على السيلر ابسيليوم باي اكتف بروسيس. بيحصل فيها الاول اكتف سيكريشن في الصوديوم فولود باي باسيف ديفيوجن للكلورايد والبايكارب والميه بالخاصيه الاوزموزيه، وبعد كده ده السيركيليشن زي ما انت عارف يتحرك من البوستيريو تشامبر الى الانتيريو تشامبر عن طريق البيوبل، ثم يتحرك في اتجاه الايريد وكورنيال انجل حيث مكان الدرينج، يمر في السبيسز وفونتانا، وبعد كده كانالو فشلم، ثم ايكواس فينز، وبعد كده فاينالي ان ذا سيستميك فينز. رقم 2 اتس فورمد از ا ريزلت اوف اكتف سيكريشن اوف صوديوم. الجمله دي مظبوطه، اكتف سيكريشن في الصوديوم في السيلاري ابسيليوم، جميل مظبوط. Involves active secretion الكلورايد والبايكارب. لا، الكلورايد والبايكارب وباسيف following صوديوم، دي مش مظبوطه. Responsible for nutrition of the retina. ايه جاب الايكواس للريتنا؟ انت لو قلت لي nutrition لللينس والكورنيا يبقى صح، لكن هو بعيد خالص عن الريتنا. الاجابه طبعا الصح هي بي. The crystalline lens of the eye. هي دايما العدسه يا جماعه اقول لك عليها crystalline lens، وانت عارف ان العدسه بتبقى متثبته اول اراوند بحاجه اسمها سسبنسور ليجمنت موصلها بالسيليري ماسل. لما السيليري ماسل بتنقبض والدايره بتضيق بيرتخي السسبنسور ليجمنت، زي ما قلنا في النظري بيرتخي السسبنسور ليجمنت، والتحدب بتاع العدسه بيزيد وقوه التجميع بتزيد، وهذا اللي بيحصل اثناء النير فيجن. في المقابل بقى لما يكون بنبص لحاجه بعيده بترتخي السيليري ماسل، لما بترتخي السيليري ماسل الدايره بتزيد، فالسسبنسور ليجمنت بيتشد، فاطراف العدسه بتتشد، فتبقى مور فلات اور مور سن، وبالتالي قوه التجميع بتقل، وهو ما يناسب الرؤيه البعيد. بيقول لك ات هاز تشينجبل ريفلكتيف باور، قوه التجميع بتتغير في اللينس. طبعا الجمله دي صح مع اللينس، خطا مع الكورنيا. الكورنيا لها قوه تجميع ثابته، اما العدسه تشينجبل، وهو ده اساس عمليه الاكوموديشن عندنا، ان يبقى عندنا قدره على رؤيه الاشياء بالرغم من قرب وبعد المسافه. ريتشل سبلايد بي البلاد فيزلز، لا اللينس افاسكولار. هذا باور اوف 90 دايوبترز ان ذا ريستنج، لا هو مش 90، هو 20 في الريستنج. الريستنج يا مان اللي هو ريلاكسد، تمام، يعني ببص لحاجه بعيده، وبعد كده تزيد ل 32 في الماكسيمم اكوموديشن. كل ده في الايه؟ في الشخص الادلت العادي اللي هو في الميدل ايج اللي عنده 20 سنه ولا حاجه. هاز نو رول ان فيجوال اكوموديشن، يا سلام، ده هي كل الاكوموديشن ده شغلانه اللينس. مور اليستيك ان اولد ايج، لا ده احنا كل ما نتقدم في السن كل ما الالاستيسيتي بتقل. لما نوصل لسن فوق ال 60 سنه تقريبا بنفقد الالاستيسيتي، وتتحول الى قوه تجميع ثابته زيها زي الكورنيا، وبالتالي دي لازم طبعا لازم نستخدم النظارات عشان نقدر نشوف. طبعا الاجابه الصح هي ايه؟ بيقول لك الامبليتود اوف اكوموديشن. خلي بالك دايما في كلمتين، في ثلاث كلمات حتى، في امبليتود اوف اكوموديشن، في حاجه اسمها باور اوف اكوموديشن، في حاجه اسمها رينج اوف اكوموديشن. الامبليتود اوف اكوموديشن هي الباور اوف اكوموديشن، والباور والامبليتود اوف اكوموديشن هي اللي هي هو الفرق ما بين اقصى قوه تجميع واقل قوه تجميع. اقصى قوه تجميع لما تكون بتبص لحاجه قريبه، واقل قوه تجميع لما تكون العدسه فلات والسسبنسر ليجمنت مرتخي والسيلر مصل ريلاكسد. ده لما بيكون بنبص لحاجه بعيد، لما بنبص لحاجه بعيده سوري، بيبقى السسبنسر ليجمنت مشدود لان الدايره بتزيد فبتشد، فبيشد المط العدسه بتتمط. فبيقول لك الامبليتود اوف اكوموديشن از ديتيرمند باي ذا الاستيسيتي اوف ذا كورنيا. لو قلت لي لينس ماشي، لكن مش الكورنيا. ذا ديفرنس بتوين ذا لينس باور وين ذا اي از ريستنج. ريستنج يعني ببص لحاجه بعيده، ريستنج يا جماعه ببص لبعيد لان كده مش اكوموديشن. And the power when the eye is maximally accommodated اللي هو يكون بتبص لأقرب حاجة. هو الديفرنس بتوين ذا لينس باور، فرق في الباور. بالظبط كده، هي دي جملة دي صح، عشان كده حقيقي نقول لك عليها باور اوف اكوموديشن. نورمالي تو دايوبتر في سن 20، لا ده في سن 20 سنة تبقى 32 دايوبتر.
انكريز ويز ادفانس اوف ايج، لا ده بتقل، يعني حتى ان القدره على الكونديشن جي بي انها بتختفي عند سن حوالي 70 سنه. اندبندنت اوف ذا لينس الاستيسيتي، لا ده هي كل حاجه لينس الاستيسيتي. طبعا الافضل اجابه طبعا هي بي. ذا رينج اوف اكومديشن، ده بقى اسمه رينج، مش امبليتود، لا ده رينج. رينج اللي هو الفرق في الديستنس، ذا ديفرنس ان ديستنس، الفرق في المسافه ما بين اقرب نقطه تشوف عندها بوضوح وابعد نقطه تشوف عندها بوضوح. determined by elasticity of the cornea برضو، لا the difference between the lens power when the eye is، لا ده شغل بقى الامبليتود مش الرينج. normally to the diopter في سن 20 برضو غلط. the distance between far point and near point of clear vision، صح يا جماعه هي دي الاجابه المظبوطه. لما يقول لك رينج يقصد ديستنس، لما يقول لك امبليتود يبقى هو بيقصد فرق في قوه التجميل. about the refractive media of the eye all are true except، بقول لك ان reflective media of the eye بتشمل الكورنيا والاكواس واللينس، صح. والسكليرا غلط، لا فيتريس، لو قال فيتريس يبقى صح. the main refracting sources of the eye are the cornea and lens، تمام طبعا ده صح. طبعا الكورنيا 39 ديوبتر وثابتين، واللينس حوالي 20 ديوبتر بس بيوصلوا 32 في الاكوموديشن. The refractive power of the eye is about 59 diopters، صح. The refractive power of the lens، خلي بالك هي 59 وانت تبص الحاجة بعيدة، لكن وانت تبص حاجة قريبة هتزيد بقى كمان 12. The refractive power of the lens is 20 diopters while that of the cornea is 39 diopters، ده صح. يبقى الجملة الوحيدة الخطأ هي ايه؟ about the aqueous humor all are true except، عايزين جملة خطأ عن الاكوس. decrease the aqueous secretion affect the metabolism، عايزين جمله خطا. بيأثر على الميتابوليزم بتاع الكورنيا واللينس، طبعا لان هو ان تاتش مع الاثنين وهم معتمدين عليه في التغذيه. disturbance في الاكواس سيستم affect the diopteric power of the eye، طبعا. normal intraocular pressure is essential for focusing mechanism، طبعا ده صح. normal intraocular pressure بيبقى 80، لا النورمال intraocular pressure 18، يبقى دي الجمله الخطا. The power of accommodation is، خلي بالك الباور هي الامبليتود. determined by elasticity of the cornea، غلط. the difference between the lens power during far vision و during maximal accommodation، difference between الامبليتود يعني، لا هي دي الامبليتود يا جماعه. طبعا الاجابه دي صح. normal to the upper في سن 20، لا بتبقى 12. increase with advancing age، لا هي بتقل مع الادفانس اوف ايج. يبقى الجمله الصح هي بي. about the lens of the eye all are true except، او ممكن يقول لك يعني يعدل في السياق كله صح ما عدا it is a vascular transparent by convex lens. اوكي العدسه كده يا جماعه. provide 70% of the total dioptric power of the eye، لا هي 30% بس مش 70. enable the eye to see far and near objectively، طبعا اللي هي حته الاكوموديشن. it is highly transparent، طبعا برضو صح. يبقى الجمله الوحيده الخطا طبعا هي حته ال 70% دي، لان هي اقل من كده بكتير. كده بخلصنا جزء مهم. بشكركم والى لقاء جديد ان شاء الله.